مشتركي سبورانات باش نصلحوا نموذج من الفروض التأليفيه عدد 2 في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. دونك التمرين الاولاني هو اجب بصحيح او خطا. اذا كان ABC مثلث متقايس الاضلاع قيس طول ضلعه 4 سنتيمتر، فاين قيس طول احد ارتفاعاته يساوي 12 سنتيمتر جذر تربيعي ل 12 ولا 2 جذر تربيعي ل 3. اذا لهنا مثلث متقايس الاضلاع ABC عندنا هذا هو الارتفاع H، قلنا هذايا دونك هو قال لي قيس ضلعه 4 سنتيمتر، هذه 4 وهذه 2، دونك باش يحسب ال H. دونك H قوت 2 مع 2 قوت 2 يساوي 4 قوت 2، اذا H قوت 2 هي 16 الا 4 دونك اللي هي 12، اذا باش تكون جذر تربيعي ل 12. عطيني هو ورقه لهنا في الامتحان دونك نجاوبوا لهنا نحطوا في الاجابه ب. السؤال الثاني شبه منحرف ABCD قاعدته AB و CD، دونك هذا هو الشبه المنحرف نتاعنا. دونك ABCD عطيني انه الاي منتصف AD هذه هي الاي، وعطيني انه الجي منتصف BC هذه هي الجي، دونك باش تفكركم هذه تفكركم درس تالس. دونك عطيني الاب 8 سنتيمتر، عطيني الاي جي 10 سنتيمتر، يحب يلوج على سي دي. دونك لهنا شنو عندنا؟ عندنا انه بالطبيعه لهنا في شبه المنحرف دونك اي جي يساوي 1 على 2 ا بي مع سي دي. اوكي دونك لهنا احنا عندنا الاب وعندنا الاي جي، الهدف انه يلوج على سي دي. دونك 1 على 2 ا بي مع 1 على 2 سي دي، اذا 1 على 2 سي دي هي اي جي الا 1 على 2 ا بي، اذا سي دي يساوي 2 اي جي الا ا بي. دونك نضربها الكل في الاثنين، دونك 2 في 10 باش تعطيني 20 الا 8 ولا، دونك لهنا باش تكون 12. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه ا، دونك نحط العلامه ا. السؤال الموالي إذا كان إكس عدد حقيقي فإن 2X مع جذر تربيعي لثلاثة قوت 2 تساوي، دونك لهنا شنو باش تعطيني هذي؟ باش تعطيني 2X قوت 2 مع 2 في 2X في جذر تربيعي لثلاثة، دونك مع جذر تربيعي لثلاثة قوت 2، دونك باش تجيني 4X قوت 2 مع 4 جذر تربيعي لثلاثة إكس مع 3. دونك هو شنو عطيني لهنا؟ عطيني دونك 4x قوت 2 مع 3، عطيني 4x قوت 2 مع 3 مع 4x جذر تربيعي 3، فوالا دونك اللي هي الإجابة ب هي الإجابة الصحيحة. السؤال الموالي دونك عطيني رسم المساحة الملونة بدلالة x، هاي المساحة الملونة. دونك شنو عطيني هنا؟ عطيني هذه اكس مع واحد وهذه اكس مع واحد، وعطيني هذه 2 وهذه 2، احنا الهدف نتاعنا ان نلوجوا على المساحة الملونة، ساهلة. المساحة الجملية هذه كل شنو باش تكون؟ هي إكس مع واحد في إكس مع واحد، والمساحة هذه هي 2 في 2 اللي هي 4، إذا المساحة الملونة هي إكس مع واحد في إكس مع واحد، أوكي؟ إلا 4، دونك شنو باش تعطيني هذه؟ إكس مع واحد في إكس مع واحد إلا 4، باش نحاول نخدمها، دونك اللي يجيني إكس قوت 2 مع إكس مع إكس مع واحد إلا 4، دونك x قوت 2 مع 2x إلا 3، فوالا، والإجابة الصحيحة هي الإجابة ب. هذه البريورة، دونك أنتم لهنا، فوالا هذه الإجابة ب. السؤال الموالي A و B عددان حقيقيان حيث A موجب و B سالب، فإن جذر تربيعي لـ AB قوت 2 على B يساوي، دونك إحنا شنو عندنا؟ عندنا الـ A موجبة، وعندنا الـ B ردوا بالنا راهي سالبة. دونك هو يحب يلوج على جذر تربيعي لي ا بي قوت 2، البي سالبه، اذا جذر تربيعي لي بي قوت 2 شنو باش تكون لهنا؟ ردوا بالنا البي راهي سالبه، وجذر تربيعي ديما موجب، اذا هي الا بي، وجذر تربيعي لي ا بالطبيعه هو جذر تربيعي لي ا دونك على بي، اذا هذه كل شنو باش تعطيني؟ جذر تربيعي لي ا بي قوت 2 على بي يساوي الا بي جذر تربيعي لي ا على بي، دونك شنو سامبليفيكاسيون بالبي باش تجيني الا جذر تربيعي لي ا، والاجابه الصحيحه هي الاجابه ب. فوالا السؤال الاخير دونك لهنا ا بي يساوي 1 ا او يساوي 3 ا بي موازي ل سي دي، اذا او سي دونك لهنا او سي هو 3 او ا، او سي هو 3 سي دي، والا او دي دونك هي 3 سي دي. دونك لهنا بالطبيعه مادام هذو هنا باش نطبقوا نظريه تالس، بما انه عندنا لهنا ا بي موازي ل ا سي، دونك شنو باش يعطيني لهنا طالس؟ باش يعطيني انه او ا على او سي يساوي او بي على او دي يساوي ا بي على سي دي، هذه واحد،
وهذه هي 3. إذا 3 على أو سي يساوي 1 على سي دي، إذا 3 سي دي يساوي أو سي، دونك 3 سي دي يساوي أو سي، والإجابة الصحيحة هي الإجابة ب. فوالا، هكا يكون كملنا التمرين الأولاني ونمر إلى التمرين الثاني واللي هو تمرين في الجبر مبين على الشاشة. نعتبر العبارتين، دونك عطيني زوج عبارات اللي هي العبارة أو والعبارة إف. بين أن أو يساوي أ قو 2 بي إلا 1، ما تفجعوش منها سهلة، دونك أو يساوي أ إلا 1 بي 2 2 على أ إلا 4 بي 5. دونك إيش مش تعطيني؟ مش تعطيني أ إلا 2 بي 4، دونك على أ إلا 4 بي 5 يساوي أ إلا 2 إلا 4 و بي 4 إلا 5. فينالمون أو يساوي أ، دونك 2 بي إلا 1. فوالا. السؤال الموالي، أثبت أن أو و إف عددين مقلوبين. لهنا باش نجي نعمل أو ضارب إف، دونك أ قو 2 بي إلا 1 ضارب الإف، فهي الإف موجودة على الشاشة، دونك هي أ إلا 5 بي 3 إلا 1 أ إلا 7 بي 4. شباش تعطيني هي؟ دونك يساوي أ قو 2 بي إلا 1، لهنا أ إلا 5 إلا 1 دونك 5، بي 3 إلا 1 دونك إلا 3، أ إلا 7 بي 4 يساوي أ قوت 2 إلا 3 إلا 7، دونك أ قوت 2 مع 5 إلا 7 عفوا، دونك مع 5 إلا 7، و بي قوت إلا 1 إلا 3 مع 4. دونك لهنا باش تعطيني أ قوت 0 بي قوت 0 اللي هي 1. إذا أو في إف يساوي 1، إذا أو و إف مقلوبان. على خاطر أو ضارب إف أثبتناها اللي هي 1. السؤال الموالي، استنتج الكتابة المختصرة للعبارة إف. إذا لهنا إف هي 1 على أو، معناتها 1 على أ قوت 2 بي إلا 1، دونك إف يساوي أ إلا 2 بي 1. فوالا. السؤال 3، إذا كان أ هو إلا جذر تربيعي لاثنين و بي هو 3، أحسب القيمة العددية للعبارة أو. دونك هنا باش نجي نعوضو الأ بالإلا جذر تربيعي لاثنين قوت 2 والبي هي 3 إلا 1. دونك شو معناها لهنا؟ بما أنه دليل القوة زوجي، إذا الإلا باش تتنحى باش تبقى جذر تربيعي لاثنين قوت 2 3 إلا 1، دونك باش تعطيني 2 على 3. فوالا، دونك أو يساوي 2 على 3، معناتها F يساوي 3 على 2. فوالا، دونك استنتج القيمة العددية للعبارة M إذا كانت 1 على M يساوي 1 على E مع 1 على F. دونك 1 على M يساوي 1 على E مع 1 على F، معناها هي F مع E على EF، وحدنا المقامات هذه 1 على M. بما أنه F و E مقلوبين، إذا EF يساوي 1 يساوي F مع E. دونك 1 على M يساوي F مع E، معناتها M هي 1 على F مع E. دونك احنا عندنا ال F وعندنا ال E، دونك هي 1 على 2 على 3 مع 3 على 2 يساوي 1 على هذه 4، دونك ضربتها في 2 وهذه باش نضربها في 3، دونك مع 9 على 6، دونك هي 6 على 9 مع 4 لهنا 13. الو M يساوي 6 على 13. فوالا، دونك هكايا نكونو كملنا التمرين تمرين الجبر ونمر الى التمرين في الهندسه واللي هو التمرين الاخراني في الفرض نتاعنا. عفوا، دونك هذا هو فرض تاليفي. اذا خدمنا التمرين الاولاني والتمرين الثاني ومازالوا عندنا ثلاث تمارينات، يعني عفوا مازالوا ثلاث تمارينات. التمرين الاولاني على 4.5 نقاط، التمرين الثاني على 4 نقاط، التمرين الثالث على 4 نقاط، وايضا تمرين في الجبر، والتمرين الرابع على 3.75 والخامس على 3.75. في التاليفي راهو عندنا زوز جبر وزوز هندسه مش كيما الفروض العاديه. دونك التمرين الثالث، نعتبر العدد الحقيقي A يساوي، دونك هي A يساوي جذر تربيعي لخمسين إلا جذر تربيعي لثمانية في جذر تربيعي لاثنين مع واحد. بين أن، دونك لهنا باش نحسبو أ، أ يساوي جذر تربيعي لخمسين معناتها هي 25 في جذر تربيعي لاثنين إلا جذر تربيعي لثمانية وجذر تربيعي لأربعة في جذر تربيعي لاثنين، جذر تربيعي لاثنين مع واحد. دونك يساوي هذه 5 جذر تربيعي لاثنين إلا 2 جذر تربيعي لاثنين في جذر تربيعي لاثنين مع واحد. شنو نعمل نشر لهنا؟ دونك باش تعطيني 5 جذر تربيعي لاثنين إلا 2 جذر تربيعي لاثنين في جذر تربيعي لاثنين إلا 2 جذر تربيعي لاثنين.
يساوي 5 جذر تربيعي لاثنين. دونك هو هنا ولا الا 2 في 2 دونك الا 4 الا 2 جذر تربيعي لاثنين. 5 جذر تربيعي لاثنين الا 2 جذر تربيعي لاثنين باش تعطيني 3 جذر تربيعي لاثنين. اذا ا يساوي 3 جذر تربيعي لاثنين الا 4 ولا. دونك هذه هي العباره ا اللي هو بيان سور هكا يحب عليها. قارن العددين 4 و 3 جذر تربيعي لاثنين ثم استنتج ان ا موجب. دونك احنا شنو عندنا هنا؟ عندنا 4 موجب و 3 جذر تربيعي لاثنين كيف كيف موجب. اذا 4 قوت 2 يساوي 16 و 3 جذر تربيعي لاثنين قوت 2 هي 9 في الاثنين دونك يساوي 18. لهنا عندنا 3 جذر تربيعي لاثنين قوت 2 اكبر من 4 قوت 2. اذا 3 جذر تربيعي لاثنين اكبر من 4 على خاطرهم اعداد موجبه. دونك 3 جذر تربيعي لاثنين اكبر من 4. ثم استنتج ان ا موجب. قلنا ال ا هي 3 جذر تربيعي لاثنين الا 4 بما انه 3 جذر تربيعي لاثنين موجب اكبر من 4 اذا هي اللي باش تكون موجبه. فوالا. السؤال الموالي اثبت ان 3 جذر تربيعي لاثنين الا 4 قوت 2 هي 34 الا 24 جذر تربيعي لاثنين. اذا لهنا 3 جذر تربيعي لاثنين الا 4 قوت 2 باش نخدموا لهنا القاعده دونك نفكركم بها هي ا دونك لهنا عفوا دونك ا الا ب قوت 2 يساوي أ قوت 2 إلا 2 أب مع ب قوت 2. إحنا الأ هو 3 جذر تربيعي لاثنين والب هو 4. دونك 3 جذر تربيعي لاثنين قوت 2 إلا 2 في 3 جذر تربيعي لاثنين في 4 مع 4 قوت 2 يساوي هذي باش تعطيني 9 في 2 دونك 18 إلا دونك لهنا عندي 2 في 3 6 6 في 4 24 جذر تربيعي لاثنين مع 4 قوت 2 معناتها مع 16. دونك 18 و 16 باش تعطيني 34 إلا 24 جذر تربيعي لاثنين. دونك فوالا هانيك وصلت لها. ثم استنتج مقارنة العددين 24 جذر تربيعي لاثنين و 34. دونك احنا عندنا 3 جذر تربيعي لاثنين إلا 4 قوت 2 بطبيعتها هذه موجبة. إذا 34 إلا 24 جذر تربيعي لاثنين موجبة. إذا 34 أكبر من 24 جذر تربيعي لاثنين. فوالا. السؤال الموالي نعتبر العددين x و y بحيث x هو 7 على جذر تربيعي لاثنين مع واحد و y هو واحد على جذر تربيعي لاثنين إلا واحد. بين أن x إلا y يساوي 2 a. دونك x إلا y يساوي 7 على جذر تربيعي لاثنين مع واحد إلا y دونك اللي هي واحد على جذر تربيعي لاثنين إلا واحد. بالطبيعة هنا باش نحددو المقامات يساوي 7 جذر تربيعي لاثنين إلا واحد إلا جذر تربيعي لاثنين مع واحد ولا على جذر تربيعي لاثنين إلا واحد في جذر تربيعي لاثنين مع واحد يساوي. دونك هذي باش تعطيني 7 جذر تربيعي لاثنين إلا 7 إلا جذر تربيعي لاثنين إلا واحد على دونك هذي أ إلا ب في أ مع ب. راهو ضروري في الفرض تحطوهم القواعد. شنو باش تعطيني هذي؟ باش تعطيني جذر تربيعي لاثنين قوت 2 دونك 2 إلا واحد فوالا يساوي عندي 7 جذر تربيعي لاثنين إلا جذر تربيعي لاثنين دونك 6 جذر تربيعي لاثنين إلا 7 إلا واحد دونك إلا 8 على واحد. دونك هذي هي إكس إلا إكغيك اللي هي 6 جذر تربيعي لاثنين إلا 8 فوالا. دونك هذي هي إكس إلا إكغيك. بين أن إكس إلا إكغيك هي 2 أ. إحنا نعرفوا إنه أ يساوي 3 جذر تربيعي لاثنين إلا 4 اوكي. وبما ان اذا 2 ا يساوي اكس الا واي فوالا. دونك نضرب هذه في الاثنين باش تعطيني 6 جذر تربيعي لاثنين الا 8 اوكي. نمر الى التمرين السؤال عفوا الاخراني لهنا. دونك السؤال استنتج مقارنه للعددين اكس قوت الا 2 واي قوت الا 2. دونك شو معناتها هنا اكس قوت الا 2؟ معناتها واحد على x قوت 2 و y قوت إلا 2 معناتها واحد على y قوت 2. دونك احنا لهنا باش نجيو نقارنو ما بين العدد هذوما الزوز اوكي. احنا شنو عندنا هنا؟ عندنا x إلا y يساوي 2 a ولدينا a موجب. اذا بالطبيعة 2 a موجب. اذا x إلا y موجب. اذا x اكبر من y. اذا x قوت 2 اكبر من y قوت 2. وقت نعمل دونك لهنا باش نقلب العلامه نتاعنا شنو باش تولي عندي؟ باش تولي عندي واحد على اكس قوت 2
أصغر من واحد على إجراك قوت زين. ولا أوكي. دونك هكايا نكونو كملنا الجبر ونمر إلى تمارينات في الهندسة. دونك نبدأ بالتمرين الأولاني، أ بي سي دي شبه منحرف قائم في أ ودي، حيث أ بي 3 سي دي 6 أ دي 4. دونك لهنا أنا ديما راهو سنستكم إنه وقت نخدمو حاجة رسم في الهندسة لازم ناخذ البريوم، ما نجم نخدم الهندسة من غير بريوم، معناتها نجي طول نبدا نحط في الرسوم تاعي ماهيش باش تجيني صحيحة. دونك أ بي سي دي شبه منحرف قائم في أ ودي، فوالا دونك هذا ينجم يكون هكا، دونك هذه الأ وهذه الدي. دونك أ بي سي دي، أعطيني الأ بي 3، أعطيني السي دي 6، وأعطيني الأ دي 4. توا نجم نصور شبه منحرف تاعي، دونك ناخذ الورقة تاع الامتحان. عندنا لهنا هذا هو شبه المنحرف، دونك عندي لهنا زاوية قائمة عندي 4 سنتيمتر، كيف لهنا عندنا زاوية قائمة، دونك هذه 6 سنتيمتر، ومن هنا عندنا 3 سنتيمتر. فوالا دونك أ ب سي دي ب، ولتكن او نقطة تقاطع ا سي و بي دي، دونك هذه هي النقطة او. لهنا عندنا شبه منحرف، دونك عندنا شبه منحرف قائم، دونك عندي ا بي موازي لدي سي، اوكي دونك هذه هي اللي باش نعتمد عليها باش نخدم بها بقية السؤال الموالي. دونك لهنا السؤال شنو هو؟ اثبت ان او ا على او سي يساوي او بي على او دي يساوي 1 على 2. اذا احنا شنو عندنا؟ باش ناخذ انا مثلا المثلث او دي سي، اذا شنو عندنا لهنا في المثلث او دي سي؟ اذا كانت لهنا دونك بي نقطه من او دي و ا نقطه من او سي، اوكي وعندي انا ا بي موازي لي سي دي، اذا او ا على او سي يساوي او بي على او دي، دونك يساوي A B على C D. ولا دونك لدينا A نقطة من O C و B نقطة من O D و A B موازي ل C D. إذن O A على O C يساوي O B على O D يساوي A B على C D. و A B على C D شنو هي؟ عطيني لهنا الأقصى، دونك A B 3 و C D 6، دونك يساوي 3 على 6 اللي هي 1 على 2. إذا لهنا نستنتجو إنه O C O A على O C يساوي O B على O D يساوي 1 على 2. فوالا. لتكن اي منتصف او سي، دونك احنا لهنا باش نجيو نعينو منتصف او سي، بالطبيعه انا ما نعرفش معناتها او سي اسكو القيس نتاعها بالضبط، مانيش باش ناخذ المسطره ونقيس، ولكن باش نجي نعمل الموصل العمودي لاو سي، بالطبيعه باش يكون يمر من منتصف قطعه هذه المستقيم. دونك لهنا قال لي لتكن فوالا دونك جوست هنا خاطر كي يتحرك الكومبا راهو حتى شويه برك، دونك النقطه مش تتغير ولو اوكي، دونك ردوا بالنا ما يزيدش يتحرك الكومبا. اذا اي هي منتصف او سي، انا جوست حاجتي بالمنتصف، دونك هذه هي النقطه اي باهي. و المستقيم المار من اي والموازي لسي دي، دونك هنا باش نشوف المستقيم مار من اي وموازن لسي دي اللي هو هذا. دونك يقطع او دي في نقطه اللي هي جي، بين ان جي منتصف او دي. فوالا دونك سهله لينا، دونك شنو عندنا؟ عندنا اي جي موازن لسي دي، اوكي دونك هذه 2 اي جي موازن لسي دي. فوالا دونك لهنا في المثلث او دي سي لدينا او اي على او سي يساوي او جي على او دي، دونك هي بيدها اي جي على سي دي.
وبما انه اي منتصف او سي، اذا او اي على او سي باش تعطيني 1 على 2. دونك لهنا او جي على او دي يساوي 1 على 2، اذا دونك او دي لهنا يساوي 2 او جي، معناها جي منتصف او دي. دونك هنا جي منتصف او دي. فوالا. السؤال الموالي يبين ان ثم احسب اي جي. دونك هنا باش نحسبوا الاي جي كيف كيف. دونك اي جي هي 1 على 2 سي دي. دونك اي جي على سي دي يساوي 1 على 2، اذا اي جي دونك يساوي 1 على 2 سي دي. اذا اي جي يساوي، قلنا سي دي عطيها لي في اول التمرين اللي هي 6، دونك يساوي 3 لهنا. فوالا. دونك ماهوش عاطين وحده، نورمال 3 سنتيمتر. السؤال الموالي برهن ان الرباعي ا بي اي جي، دونك ا بي اي جي هاو شبيه هذايا متوازي اضلاع. دونك هاكا فوالا. شعندنا احنا لهنا، اذا كان اثبتنا انه عنده زوز اضلاع متقابله متوازيه ومتقايسه، اذا فهو متوازي اضلاع. معناتها لهنا كل شيء باين من الاسئله اللي قبل. دونك عندنا انه ا بي موازن ل سي دي، وعندنا انه اي جي موازن ل سي دي. اذا لهنا ا بي موازن ل اي جي، هذه الاولانيه. عندي انه بينت انه اي جي يساوي 3 سنتيمتر، وعندي انه ا بي يساوي 3 سنتيمتر. اذا اي جي موازي لي ا بي، واي جي مساوي لي ا بي، ضلعان متقابلان متوازيان ومتقايسان. اذا ا بي اي جي متوازي اضلاع. فوالا. دونك هذايا اثبتنا اللي هو متوازي اضلاع. نمر الى السؤال الموالي، اثبت ان دي جي، دونك دي جي يساوي 1 على 3 بي دي. هكا دي جي يساوي 1 على 3 لهنا بي دي. اوكي بي، حاولوا ركزوا شويه احنا في هذه. دونك انا باش نخدم في المثلث هذا، ريتو عندنا هذوما الزوز. دونك عندي هذا وهذا متوازي متوازيين. دونك دي انا نجم نحط حاجته هو بالبي دي. دونك بي دي على بي جي يساوي بي دونك لهنا قلنا هذوما الزوز. نحاول نحط النقطه لهنا ونخدم. اوكي دونك نعينو نقطه لهنا ونخدمو، لكن الطريقه هذه باش تكون طويله. فما لهنا حاجه واضحه وسهله، احنا بينا انه ا بي اي جي متوازي اضلاع. اوكي دونك اذا او هي لهنا تقاطع القطر، اذا او منتصف بي جي. اذا او بي يساوي او جي. باهي، هذه حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه عندنا جي هي منتصف او دي، بينا انه جي منتصف او دي. دونك لهنا قلنا او جي يساوي هنا جي او جي يساوي جي دي. هذه هي العلاقة الثانية. دونك او بي يساوي او جي، او جي يساوي جي دي. شو معناتها لهنا؟ معناتها هذه مع هذه مع هذه هي كلها بطبيعة باش تعطيني بي دي. عندنا بي او مع او جي مع جي دي يساوي بي دي. هكا ولا؟ بي او هي بيدها او جي، هو بطبيعة حاجته بالدي جي، والاو جي هي بيدها دي جي. دونك باش نعوض الاو جي بالدي جي، دونك باش تعطيني دي جي مع دي جي، والاو بي باش نعوضها بالاو جي وهي بيتها جي دي. دونك دي جي فوالا يساوي بي دي. دونك لهنا 3 دي جي يساوي بي دي. ريتو مسالها، اذا دي جي يساوي 1 على 3 بي دي. فوالا. السؤال الاخراني في التمرين، المستقيم اي جي دونك هذايا يقطع المستقيم ا دي في نقطه اللي هي ال، احسب جي ال. دونك لهنا باش نحسبوا البعد هذايا جي ال. دونك من هنا عندنا المثلث هذايا، باش نخطف المثلث هذا. دونك عندي هذا موازي لهذا. اوكي دونك لهنا نجمو نحطو جي ال موازي ل بي ا. اذا في المثلث ا بي دي لدينا ال نقطة من ا دي، و جي نقطة من بي دي، وبطبيعة جي ال موازي لي
بي آ دونك لهنا هو حاجته بال جي ال. دونك هنا شنو عندنا؟ دي جي على دي بي، دي جي على دي بي يساوي جي ال على بي آ. الفرض نتاعنا بالتمرين الاخرين اللي هو التمرين 5، دونك ليكون ا بي سي مثلث حيث ا بي 2 جذر تربيعي 5، بي سي 2 و ا سي 4. دونك لهنا كيفاش نعملوا نقوم ببناء جذر تربيعي 5؟ دونك ناخذ مثلث قائم، دونك ناخذ هذه 2 بل كل شيء، خلينا نحط زاويه القائمه. دونك باش ناخذ منها 2 باش ناخذ منها 1. اذا البعد هذه شنو باش يكون؟ هذا هو جذر تربيعي لخمسة، على خاطر 2 قوة 2 هي 4 و 1 قوة 2 هو 1، 4 مع 1 5، إذا هذا هو جذر تربيعي لخمسة. باهي، دونك هو مثلث لهنا أ بي يساوي 2 جذر تربيعي لخمسة، دونك هذيا هي جذر تربيعي لخمسة، وأنا حاجتي ب 2 جذر تربيعي لخمسة، دونك أنا باش ناخذ هذه في 2، أوكي؟ فوالا، دونك هذا يكون حطيته، باش نحط أنا النقطة الأولانية نتاعي، باش ناخذها مرتين هذي، دونك هذي المرة الأولى، فوالا، دونك نحط المستقيم. هذه المرة الثانية. دونك هذا هو البعد اللي يحب عليه اللي هو 2 جذر تربيعي لخمسة اللي هو أ بي. دونك هذه أ وهذه لهنا بي. ثم أ سي 4، دونك باش ناخذ 4 و بي سي 2، دونك باش ناخذ 2. هذا هو المثلث نتاعنا، هو مثلث أ ب س، دونك هذه هي س. باهي، السؤال أثبت أن المثلث أ ب س قائم الزاوية في س، دونك قائم الزاوية في س، أنا كي نعمل أ س قوة 2 مع ب س قوة 2، دونك يساوي 4 قوة 2 مع 2 قوة 2 اللي هي 16 مع 4، دونك 20. كي نعمل أنا أ ب قوة 2، دونك اللي هي 2 جذر تربيعي لخمسة قوة 2 يساوي 4 في الخمسة اللي هي 20. إذا أ سي قوة 2 مع ب سي قوة 2 يساوي أ ب قوة 2، إذا المثلث أ ب سي قائم في سي. السؤال الموالي ارسم المثلث، دونك رسمناه، عين النقطة أو مناظرة النقطة سي بالنسبة إلى بي. دونك لهنا باش نعينو مناظرة سي بالنسبة إلى بي، هو لهنا أرسم المثلث قبل ما معناتها أثبتنا اللي هو قاع ومن بعد رسمنا المثلث، دونك ما مكونش مستحقو هذي نتاع جذر تربيعي لخمسة، لهنا باش تحطو 90 درجة وترسمو، أوكي فوالا، دونك هي هاكا 90 درجة، مي هو أنا خدمنا بالطريقة هذي على خاطر كي قالك أرسم المثلث قبل ما نبينو اللي هو قاع، نخدمو بالطريقة هذي، سينو تحطو لهنا 4 سنتيمتر، دونك باش نعاودهالكم، تحطو من هنا 4 سنتيمتر، تاخدو الزاوية القايمة نتاعكم. كي تحطوا 2 سنتيمتر من هنا، فوالا، وهذا هو الضلع اللي هو 2 جذر تربيعي لخمسة، أمورنا واضحة. دونك عين النقطة أو مناظرة النقطة سي بالنسبة إلى بي، دونك مناظرة سي بالنسبة إلى بي، هذه هي أو. بين ان ا او يساوي 4 جذر تربيعي ل 2، دونك لهنا نمشي بين انه ا او هو 4 جذر تربيعي ل 2، اذا مثلث ا او سي بالطبيعه هو قائم الزاويه في سي، اوكي، دونك المثلث نتاعنا قائم الزاويه في سي، على خاطر لهنا او مناظره سي باش يبقى المثلث النقاط ثلاثه على استقامه واحده، اذا هو قائم الزاويه، اوكي ولا دونك باش ناخذ بنظريه بيتاغورس. إذا أ سي قوة 2 مع أو سي قوة 2 يساوي أ أو قوة 2، دونك أ سي نعرفها اللي هي 4، والأو سي دونك يساوي شنو؟ الأو سي هي 2 بي سي، دونك 4 2 في 2 4، إذا لهنا 16 مع 16 شنو باش تعطيني لهنا 20، دونك باش تعطيني 32 عفوا اللي هي أ أو قوة 2، دونك أ أو هي جذر تربيعي ل 2
و30 دونك 32 هي 16 في 2 دونك هي 4 جذر تربيعي فوالا على خاطر لهنا جذر تربيعي ل 16 في 2 دونك جذر تربيعي ل 16 4 في جذر تربيعي ل 2 لتكون اش المسقط العمودي ل سي على ا او دونك لهنا مسقط العمودي هاي هذه هي النقطة اش احسب اش سي اذا لهنا عندنا اش سي في ا او يساوي ا سي في او سي دونك اش سي في ا او مساوية ل ا سي في او سي دونك اش سي يساوي ا سي في او سي على ا او دونك ال ا سي عندنا 4 في او سي قلنا كيف 4 على ا او هي 4 جذر تربيعي ل 2 باش نختزلوا بال 4 دونك اش سي يساوي 4 على جذر تربيعي ل 2 فوالا. السؤال الموالي دونك لتكن ك المسقط العمودي ل ب على ا او دونك هذه هي الك فوالا دونك هذه النقطه ك. السؤال هنا اثبت ان ك منتصف اش او دونك باش نبينو هنا انو ك منتصف اش او اوكي دونك احنا شنو عندنا هنا عندنا انو ب منتصف او سي دونك على خاطر لهنا سي مناظرة او بالنسبة الى بي به وعندي انو اش سي موازي لبي ك اوكي علاش على خاطر اش سي عمودي على اكا و بيكا كيف عمودي على اكا يعامدان نفس المستقيم اذا فهما متوازيان دونك لهنا او بي على او سي يساوي او كا على او اش او بي على او سي هي 1 على 2 اذا او كا يساوي دونك لهنا دونك او كا يساوي 1 على 2 او اش alors k هي منتصف e h tout simplement voilà donc السؤال الاخراني دونك لهنا سؤال ب 4 ب voilà دونك شنو عندنا احسب ك ب دونك هنا نحسب ك ب اهي بالطبيعة احنا حاسبين h c دونك ك ب هي 1 على 2 h c فوالا دونك ال اش سي حسبناه اللي هي 4 على جذر تربيعي 2 دونك 1 على 2 في 4 على جذر تربيعي 2 دونك يساوي 2 على جذر تربيعي 2 اللي هي جذر تربيعي 2 دونك ك بي يساوي جذر تربيعي 2 فوالا دونك هكايا نكونوا كملنا فرض مراقبه فرض تأليفي عفوا في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة 9 أساسي باش نخدم لكم نموذج آخر نتصور زوز نماذج تكفي أنكم تراجعوا بهم للدفوار على خاطر معناتها مع التمارينات نتاع الصبورانات نتاع الدروس دونك وبالإضافة إلى الفروض التأليفية زادة فروض المراقبة يعاونوكم باش تفهموا بهم وإن شاء الله تدخلوا محضرين مازال بكري على السنتيز ولكن احنا ديما نسبقوا دونك نخدم لكم قبل المدة باش تراجعوا باش كان فما حاجة ماكمش فاهمينها دونك تتصلوا بنا.